دعت حركة نداء تونس إلى حل الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني مكونة من كفاءات وطنية، وذلك في بيان أصدرته اليوم. بيان دعا إلى إعداد خارطة طريق ولجنة فنية تعمل على إصلاح الدستور، إضافة إلى حل رابطات حماية الثورة. وصدر البيان إثر اجتماع المكتب التنفيذي للحركة لمناقشة آخر التطورات على الساحة الوطنية والعربية، وللنظر فيما أسماه البيان بغياب الشرعية الانتخابية والتوافقية وتردي الأوضاع السياسية والاجتماعية بالبلاد. نهنئ الشعب المصري وشباب مصر على هذه الملحمة وهذا الإنجاز الذي نعتبره انتصارا للانتماء للوطن على الانتماء للتنظيم، ونعتبر أن حركة النهضة في تونس هي جزء من هذا التنظيم الذي يعمل على أخوانة المجتمع والمجتمعات العربية. وقع ضرب المؤسسات والحيلولة دون أن تتحول الحريات المكتسبة إلى مشروع ديمقراطي، فالحرية إن لم تمأسس تتحول إلى فوضى. نحن ندعو إلى مراجعة المسار الديمقراطي الذي نعتبره تعطل في تونس. التنفيذي لحزب حركة نداء تونس وأصدر بيانا طالب فيه بحل الحكومة والعمل على بعث حكومة كفاءات وطنية ومصلحة وطنية تغلب فيها أو تشارك فيها كل الأطراف دون ما إقصاء، إلى جانب مراجعة الدستور وبعث هيئة خبراء تعيد مناقشة وتعيد صياغة الدستور حتى يكون ملائما لتطلعات الشعب التونسي وإلى الثورة التونسية. نبدأ متابعتنا للشأن المصري من تونس وآراء نواب المجلس الوطني التأسيسي في إسقاط حكم الإخوان المسلمين في مصر. نواب تباينت آراؤهم بين من اعتبره تصحيحا لمسار الثورة وانتصارا شعبيا سيتكرر في تونس، وبين من انتقد طريقة عزل مرسي معتبرا إياه انقلابا عسكريا على الشرعية لن يحدث في تونس. وتشتمل هذه الخارطة على الآتي: تعطيل العمل بالدستور بشكل وأسقطت مصر حكم الإخوان بمظاهرات هي الأكبر في تاريخ التجمعات البشرية. مصر التي استلهمت ثورتها من الثورة التونسية تبعث اليوم برسائل عديدة إلى التونسيين الذين تتشابه لديهم الظروف والحيثيات، سيما مع عاملات حركة التمرد في نسختها التونسية والتي تتهدد بالأساس المجلس الوطني التأسيسي. إن المصريين اللي عطوا ثقتهم للرئيس ما كانش في مستوى الثقة والأمانة اللي حملوا إياها، فنزلوا للشارع واستردوا سلطتهم، وهذا هو اللي حصل. إرادة شعب، إذا الشعب يوما أراد الحياة هذا كو أراد السلطة فاسترد السلطة، وما حصل الجيش خير فعل أنه حقن دماء المصريين ورجع الأمور نصابها. اللي يحصل في مصر البارح بكل المقاييس هو انقلاب عسكري مغلف بغطاء ثيوقراطي جاي من تأييد الكنيسة والمشيخة الأزهر. لا يمكن أن أساند أي انقلاب عسكري من منطلق إن مبادئي الديمقراطية وإيماني بالديمقراطية وبالشرعية. هو الحاجة مش انقلاب عسكري، لأنه اللي بدأ بالتحرك هو الشعب المصري، هو اللي خرج الشوارع، والعسكر كان في موقع المتفرج يحاول أنه يحمي الأمن بتاع المصريين، ولكن توجه للرئاس حب يلقى حل، أنه الوضع كان معناها ماشي في اتجاه التوتر أكثر، ربما الصدمات وحتى الحرب الأهلية. نرى أن المؤسسة العسكرية المصرية اعتادت على أن تكون دوليب الدولة بيديها، وأنها لم ترتضي انتخابات حرة نزيهة وشفافة شاهدة بها العالم. كان يجدر تماهيا مع طلبات واحتجاجات الشعب المصري أن تتفق النخبة السياسية في الذهاب مثلا إلى انتخابات مبكرة لا أن يعاد حكم العسكر. نواب الشعب داخل قبة التأسيس انقسمت آراؤهم حول تكرار هذا المشهد في تونس. توقع أن يعاد نفس السيناريو في تونس رغم التهديدات باستعمال روابط حماية الثورة وربما البعض الإرهابيين. تقريبا هناك نفس الغضب ونفس الاحتجاجات، ولكن نرى أن ما حدث في مصر بعيد جدا على أن يحدث في تونس، خاصة وأننا في المجلس الوطني التأسيسي عبر لجنة التوافقات عبر الحوار الوطني رغم مؤاخذتنا عليه، إلا أن هناك رغبة في إيجاد أرضية حوار مشتركة ورغبة في إنهاء هذه المرحلة الانتقالية خاصة مع بدء مناقشات الدستور. نواب من الترويكا ومن خارجها حذروا حركة النهضة العصب الرئيسي للحكم في تونس من محاولة التغول حتى لا يعاد سيناريو مصر في تونس.
في لجنة التوافقات الحاصلة في المجلس التأسيسي على حركة النهضة تحديدا، أنها تفهم أنه التعنت لن يؤدي إلى شيء، وبالتالي علينا كان نقعدوا على طاولة الحوار نعمل التوافقات التوازنات اللازمة في الدستور. لو أصر إخوان تونس على اتباع خطى إخوان مصر فلا أتصور أبدا أن يكون مصيرهم مختلف. حتى وإن اختلفت النسخ والسيناريوهات بين بلدان الربيع العربي، فالثابت أن التنظيم العالمي للإخوان المسلمين بما فيه حركة النهضة تلقى ضربة هي الأشد في تاريخه، كونها لم تأتي من قبل الحكام بل من قبل الشعوب. هذا واعتبر رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي أن تدخل المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي أمر مرفوض دوليا، مشيرا أنه كان من الأفضل أن يقع الاتفاق على توسيعة الشرعية الانتخابية إلى شرعية توافقية. من ناحية أخرى أكد المرزوقي أن أحداث مصر تدل على سلامة المسار الذي تنتهجه تونس، داعيا التونسيين إلى التمسك به إلى حين انتهاء الفترة الانتقالية. التونسيون من جهتهم احتفلوا ليلة أمس مع عدد من المصريين والعرب المقيمين بتونس بعزل الرئيس محمد مرسي وسقوط جماعة الإخوان. المحتفلون تجمعوا أمام مقر السفارة المصرية بتونس ورفعوا العديد من الشعارات معبرين عن فرحتهم ومساندتهم للشعب المصري، ومشيرين أن هذه الخطوة تعتبر بداية لمستقبل من الحرية والأمان. التونسيون المشاركون في الاحتفال من جهتهم أكدوا على أمل في أن تنجح حركة تمرد تونس مثلما نجحت النسخة المصرية. فرحة كبيرة جدا للشعب المصري، والحمد لله أدي الشعب المصري الحلو الكبير العظيم، أدي الشعب المصري إذا أراد الشعب إذا أراد يوما الشعب أن يعيش فاستجيبوا القدر، وهو ده اللي حصل. إذا أراد الشعب شيئا فاستجيبوا القدر، استجاب القدر لنا الحمد لله، والحمد لله مصر هتبقى أحسن وأحسن. الحمد لله الشعب فاق، وهي بداية كويسة لينا كمصريين وكعرب، ان احنا فعلا نرجع بجد نعيش في حرية، نرجع نعيش ديمقراطية تاني، وربنا يسهل وربنا يكرم تونس، وان شاء الله يبقى الوضع في تونس بخير ان شاء الله. انا واحد من الناس انتخبت الاخوان وطلعت في مظاهرات ضدهم في الاخر. انا اخويا المصري مسيحي، كان زمان عادي العلاقات ما بيننا عادي، دلوقتي يعني بقى فيه هناك فتنة ما بين الناس بتتلحر، الناس تتكلم مع بعض يتخانقوا مع بعض، لا انا بأيد مرسي لا انا مش بأيد مرسي. كلنا اتقسمنا بعد ما كلنا كنا اتجاه واحد، كلنا اتقسمنا، بس الحمد لله رجعنا تاني الحمد لله. ما الجيش فقط وقف جنب الشعب بس، انما لا مش يقدر يحكم تاني، وما اعتقدش ان بعد اللي حصل ده ان حد يقدر يقف قدام شعب. الجيش مصر جيش وطني، ما عمره ما حصل ان حصل ضرب ما في الناس او حصل انه كان تبع نظام. فقد شرعيته من زمان، من ما نزل 33 مليون في الشارع، 33 مليون يعني تلت الشعب، لو قلنا التلت التاني اطفال والتلت التاني نساء، فنزل كل الرجالة. لكن نزلت ضد مرسي عشان هو كفاية جدا لما واحد كندي صاحبي يقول لي لو اذا كان الاسلام بيتمثل في اللي حاكمين مصر فانا الحمد لله انا مش مسلم، فانا ما قدرتش ارد عليه اقول له ايه، عشان انا شايف فعلا اللي هم بيتكلموا باسم الاسلام وبهدلوا سمعتنا وبهدلوا سمعه مصر وخلوا مصر في الواطي قوي، مع ان مصر عاليه جدا. يعني دي احلى عيديه تتهدى لاي شعب، والشعوب العربيه شعوبنا شعوب منطقتنا اللي كل العالم متكالب على العالم، الدول العالم الاول شعوبنا ما محتاجه لاي دعم، امريكا الغرب كلهم بيدعموا الحصان الخسران، بيدعموا الدكتاتوريين على حساب الشعوب، لكن الشعوب عندها كلمتها وشعوب حلمها وصوتها أقوى من أي دعم، وهي عدوى إحنا عندنا. حصل في مصر هيحصل في كل جيران مصر اللي بيعانوا من نفس الظروف. مبروك للشعب المصري تحرره من النظام الإخواني ومن قتالين ومغتصبي الشعوب بما فيهم رجالا ونساء وتجار الدين وعقبلين في تونس، بالرغم بين الظفرين، لأن الشعب ما زال تحت المكيف وفي البحار، ونتمنى أنه حركة تمرد تنجح على شكل ما نجحت تمرد مصر، وكلنا نرنو إلى مستقبل مدني ومستقبل جديد في تونس ضد هالحركة الإسلامية هذه
وضد هالتطرف الديني. يا أخويا كل واحد مسلم مسلم هو وربه، مش مسلم ما يحب يطبق مع أحكام إسلامية قتالة على المجتمع، وهم تجار دين ما همش مسلمين، تجار دين. وكان جاءوا مسلمين ما يزولش أولادنا يقتلون في سوريا تحت ما يسمى بالثورة السورية، اللي هي مش ثورة، هي برنامج. وقالت كونداليزا رايس 2006 وقت قالت الشرق أوسط جديد. أنا نظن أنه هذا باش يصير في تونس، على خاطر توا بعد سقوط المرشد ما عادش عندهم قيادة، والهيكلة هذيك كلها معناها تزعزعت. وثانيا نهني الشعب المصري بانقشاع الظلامية والظلام والكراهية اللي أرسوها الأخوان المسلمين بين أفراد الشعب المصري مسلمين وأقباط. والله العقبة لتونس، نستناو تونس إن شاء الله، إن شاء الله ربي يوفقنا في حملة التمرد. جمعوا توا أكثر من مليون صوت، إن شاء الله بقدرة ربي في الأيام القادمة توصل تونس تحقق النصر اللي حققته مصر. هذا ماهوش انقلاب عسكري، هذا يعطاو مهلة أنهم يحلوا الأزمة ما قدروش يحلوها في 24 ساعة، ولو أنهم عطاهم زادة عقبال الجمعة ما حلوش الأزمة. باقي ما ديما فما تجادلات، هما يحبوا يسميوه انقلاب، انقلاب انقلاب شعبي. وهني الشعب المصري بالانتصار العظيم، وليس تمرد بل هو رجولة وشهامة من الشعب العظيم، والعاقبة لنا. وأقول لهذم تجار الدين والذين قتلوا أبناءنا في أراضي ليست أراضي جهادية، أقول لهم موتوا بغيظكم وإننا لمنتصرون. نحن شعب عظيم، نحن شعب فاضل بن عاشور، ونحن شعب أخرجنا الاستعمار وثلاث سنة حضارة، وشعب له تاريخ. فموتوا بغيظكم وارجعوا إلى أسيادكم مثل العادة في قطر. وإلى التطورات التي تشهدها الساحة المصرية، فقد أدى صباح اليوم المستشار عدلي منصور اليمين ليتولى رئاسة المحكمة الدستورية العليا بمصر، في خطوة تسبق أداءه اليمين كرئيس مؤقت للبلاد. ويأتي هذا الإجراء وفقا للبيان الذي أصدرته القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية مساء أمس، بيان أعلن من خلاله الجيش المصري عن عزل الرئيس محمد مرسي وتعطيل العمل بالدستور مؤقتا، إضافة إلى تكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور بإدارة شؤون البلاد إلى حين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. هذا وأكد البيان على أهمية سعي جميع الأطراف إلى وضع خارطة طريق تضمن بناء مجتمع مصري قوي ومتماسك دون إقصاء أي طرف، ومحذرا في نفس الوقت من أي محاولة خروج عن التظاهر السلمي، مشيرا إلى أن الجيش وقوات الأمن ستعمل على التصدي لهذه المحاولات بكل القوة المتوفرة لديها. نبقى مع الأخبار المصرية، حيث شهدت الساحات بمختلف المحافظات مساء أمس أجواء احتفالية فرحا بعزل رئيس الجمهورية مرسي وسقوط الإخوان المسلمين. المحتفلون الذين بلغت أعدادهم الملايين أطلقوا الألعاب النارية ولوحوا بالأعلام المصرية، هذا في الوقت الذي أكدت فيه بعض المصادر الرسمية إلقاء القبض على عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، فيما لم تتضح بعد صحة الأخبار القائلة بأن مرسي يخضع للإقامة الجبرية. مؤيد الرئيس مرسي من جهتهم تجمعوا بساحة رابعة العدوية بالقاهرة منددين بقرار القيادة العامة للقوات المسلحة ومعلنين عن تمسكهم بالشرعية الانتخابية وبالرئيس مرسي، وذلك وسط محاصرة قوات الجيش والأمن للساحة استباقا لأي مواجهات أو تحرك معاد لقرار القوات المسلحة. نعود إلى الأخبار الوطنية، فقد تم اليوم إيقاف مواطن أثناء محاولته دخول المجلس الوطني التأسيسي حاملا سلاحا أبيض يتمثل في سكين، مواطن كان على موعد مع النائب سمير بن عمر الذي أكد الأمر مشيرا إلى أنه قد تلقى العديد من رسائل التهديد. ما حدث هو أنه هذا الصباح تلقيت مكالمة مجهولة من مواطن ما عنديش به حتى معرفة سابقة ولا علاقة شخصية، طلب مقابلتي على أساس أنه باش يعرض عليا مشكلة باش نعاونه ربما في حلها، فاستجبت للطلب متاعه وعطيته موعد لهنا في المجلس باش نقابله. فحضر للمجلس و
أثناء مروره بالآلة الكاشفة تبين لأعوان الأمن أنه كانت بحوزته سكين كبيرة الحجم، فوقع إيقافه على عين المكان. مع العلم أنه سبق لي أني تلقيت عدة رسائل تهديد بالقتل، وبعضها كان اللي أرسلها ينسب نفسه إلى أحد الأحزاب السياسية. وإلى قصر الحكومة بالقصبة، أين أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند على تمسك فرنسا بدعم تونس في مسار الانتقال الديمقراطي، مشيرا إلى استعداد الشركات الفرنسية للاستثمار في تونس بقيمة 60 مليون أورو إذا ما توفر المزيد من الأمن. كما أشار أولاند من ناحية أخرى إلى سعي فرنسا لمساعدة تونس لاسترجاع الأموال المنهوبة والنظر بجدية في وضعية العقارات التونسية بفرنسا. هذا وامتنع الصحفيون التونسيون عن طرح أسئلتهم بعد أن تم إجبارهم على طرح سؤال واحد، في حين تمتع الصحفيون المرافقون للرئيس الفرنسي بسؤالين. لكن نقولوا اللي تونس حتى الآن تقريبا تسير في طريق سليم بخطوات ثابتة، بوعي نخبتها، بوعي أطرافها السياسية، باعتمادها الشرعية والتوافق والحوار المفتوح، وإحنا إن شاء الله على أبواب أنه نختم هذا المسار بدستور، قانون انتخابي وانتخابات إن شاء الله تكون قبل نهاية هذا العام. La France, elle est donc aux côtés du peuple tunisien dans son ensemble. فرنسا تقف إلى جانب الشعب التونسي كله وتسانده بشدة في هذه المرحلة الانتقالية. هي إلى جانب من يناضلون من أجل الديمقراطية والحرية مهما كان مكانهم في المؤسسات. تونس لها مسؤولية خاصة لأن الربيع العربي ولد هنا. C'est vrai que la Tunisie a une responsabilité exceptionnelle puisque c'est ici qu'est né le printemps arabe. Et nous en parlions avec le Premier ministre compte tenu. تحدثنا مع رئيس الحكومة حول ما يحدث في عدد من بلدان المنطقة مثل مصر أو ليبيا، وعلينا الآن واجب نجاح تونس. هي مسؤولية تونس أولا، ولكنها مسؤولية الأصدقاء مثلنا. لهذا جددت لرئيس الحكومة والحكومة عموما مساندتنا لتعاون اقتصادي مميز مع تونس. notre soutien pour une coopération économique exceptionnelle avec la Tunisie. نبقى في إطار زيارة الرئيس الفرنسي لتونس، حيث تم اليوم توقيع اتفاقية تعاون في مجال تكوين الإطارات الجهوية والبلدية ومرافقة الجماعات المحلية، وذلك بين مركز التكوين ودعم اللامركزية والمركز الوطني للوظيفة العمومية الترابية الفرنسي. الاتفاقية هذه الحقيقة تجي في وقت هام، في وقت اللي تعيش فيه تونس مسار لمسار ديمقراطية ومسار دعم اللامركزية. وفي مجال اللامركزية تعرفوا اللي هل الميدان هذايا ما ينجح إلا بعاملين اثنين، هما توفر الموارد المالية المناسبة وأيضا توفر الموارد البشرية الكفأة. هنا يجي الدور متاعنا كمركز التكوين ودعم اللامركزية، بحيث احنا انه دورنا يتمثل في تكوين الإطارات الجهوية والبلدية، تكوين الإطارات وأعوان الولايات والبلديات وكذلك المجالس البلدية والمجالس الجهوية، بحيث انه تكون عندنا إطارات عندها الكفاءة التامة لتسيير الجماعات المحلية، خاصة وأنه احنا مقبلين على دعم اللامركزية. شو معناتها؟ معناتها إحالة العديد من الصلاحيات اللي هي عند الدولة اليوم لفائدة الجماعات المحلية، وهنا معناتها فما توافق الحقيقة من طرف جميع الأطراف على هل المسار هذي وعلى هل التوجه هذي. أشارت آخر إحصائيات للمجمع العالمي للدراسات إلى تدني نسبة رضا التونسيين عن عمل الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي، مشيرة في ذات الوقت إلى أن 70% من التونسيين أبدوا رضاهم على الوضع الأمني في البلاد. وعن نوايا التصويت، احتلت حركة نداء تونس المرتبة الأولى بنسبة 33.6%، تليها حركة النهضة والجبهة الشعبية.
في المرتبة الأولى نلقاو البيجي قائد السبسي بنسبة 15.8% تقريبا نفس النسبة، يحافظ تقريبا على نفس النسبة وطبعا نفس المرتبة الشهر الفارط مقارنة بالشهر الفارط. حمادي جبالي يحافظ على نفس المرتبة ومعناتها بالتحديد على نفس النسبة 6.4% بدون تغيير للشهر الثالث على التوالي في المرتبة الثانية وبنسبة 6.4%. ظهور بارز لرشيد عمار، السيد رشيد عمار لأول مرة يبرز في المراتب الأولى، كان عنده 0.1% الشهر الفارط، الشهر ذا ولا عنده 4.7%. من ناحيتها حظيت المنظمة الشغيلة بنسبة رضا بلغت 39%، في حين عبر 62% عن عدم رضاهم عن أداء منظمة الأعراف. 20% من التونسيين راضين على أداء المجلس الوطني التأسيسي، في المقابل فما 71% من التونسيين مش راضين على أداء المجلس الوطني التأسيسي، و 55% مش راضين على أداء المجلس الوطني التأسيسي بالكل، وهذا ملحوظ يعني نسبة عالية بالنسبة للناس مش راضين بالكل على أداء المجلس الوطني التأسيسي. اهتمينا في الموجة هذه زد المنظمات الشغيلة، بالنسبة للاتحاد العام الوطني للشغل فما 39% من التونسيين راضين على أداء القيادات الاتحاد الوطني للشغل، و 41% مش راضين على الأداء. اللوتيكا فما 42% من التونسيين ما يعرفوش اللوتيكا، بالنسبة اللي يجمو يعطيو رأيهم فما 62% معناتها نسبة إيجابية في أداء قيادات. بعد مقاطعتها للمؤتمر الوطني لمناهضة العنف، حركة النهضة أعربت عن نيتها الإمضاء على الميثاق الذي خرج به المؤتمرون. هذا ما أكده اليوم رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان خلال الندوة الوطنية التي أشرفت عليها الجمعية التونسية للقانون والتنمية، ندوة خصصت لتقديم نتائج المؤتمر وبنود الميثاق الذي خرج بخطة وطنية لمناهضة العنف سيقع العمل على التعريف بها داخل الجهات. حركة النهضة عبرت عن مشاركتها في البداية في المؤتمر ثم انسحبت من المؤتمر، وبعد الانسحاب الآن فما رغبة عند وقع التعبير عليها عند بعض عديد الأطراف من أجل العودة وتوقيع هذا الميثاق، وأحنا نتمنى أنه كل الأطراف توقع عليه لأنه في نهاية الأمر هذا بشينفع البلاد بكلها. تدهورت اليوم الحالة الصحية لعدد من المضربين عن الطعام بالديوان الوطني للبريد التونسي، ما استدعى تدخل الحماية المدنية ونقلهم إلى المستشفى. المضربون هم من بين العمال الذين قرروا الدخول في اعتصام بالديوان منذ 5 أيام تنديدا بعدم تفعيل الاتفاقيات الممضاة ورفضا لعودة العمل بنظام المناولة. ليه ما تنجمش تتكلم هذيك المغاتية هيك؟ لمن خزرنا 4 أيام لوحين على الكراد هذا ما جابوهم من ناس من غادي. آمال عاملة تنظيف ببريد المحطة برديف منذ 10 سنين تبدأ يومها على الساعة 5 صباحا مقابل أجر زهيد. قلة الحيلة وضيق الحال دفعها إلى إضراب عن الطعام بلغ يومه الرابع. نخلص ب90، عندي 10 سنين نخدم، أنا مني مرا مني راجل وصحابي كل يعانوا كل 90 دينار، وقت اللي نمدها أنا ما نجموش ونديها، نشري بها خضرة نشري بها بنتي كتبنا ورقدنا على كردين وتمرمدنا وبنتي تعيط علي من التليفون تقول لي ماما توحشتك. صحابي كل مطيشين ما نجمش نشري دوانا مريضة ما نجمش نشري الدواء، قداش ليا مطيش لنا واخوات صحابي كل معايا مرضى. هكذا ينقلون، فرغم تدهور حالتهم الصحية يرفضون مغادرة مكان اعتصامهم ويتمسكون بمواصلة إضراب جوعهم الوحشي. تو عندي 5 أيام في إضراب جوع وحشي، ما بعد تكلمنا حتى إنسان محكمة، ما بعد جينا حتى كلمنا حتى واحد، هو راهو جماعة باش تموت خلي يموتوا، قال شنو عملنا في الحراسة كل ولا في البريد؟ في البريد 7 سنين تسمى أقل واحد 19 سنة. هم لا يطلبون الكثير، مطلب واحد هتفوا من أجله، من أجل
معناتها تطبيق الاتفاق اللي وقع اليوم 4 جانفي على أساس بعد سنتين ستتم إدماج أعوان المناولة ضمن أعوان البريد. فاجأتنا الإدارة اليوم بعد عامين بالضبط وأنها لا ثم مناولة ولا ثم لا ثم إدماج ولا ثم عقود ولا ثم شهري. عندنا محضر جلسة 4 جانفي بين الاتحاد والحكومة، يقول المحضر هذا عندنا عقود وقتية بالنسبة للحراسة والتنظيف فيها إدماج مباشر بعد ما تكمل العامين، وفيها محضر جلسة ثاني مصح فيه وزير الشؤون الاجتماعية والنقابات الكل بعد عامين تترسم. يعني يحب يقول أنت راك عامين تخدم كونتراكتية الحراسة والتنظيف والعام الثالث تدخل معاه شوية كونترا تدخل الترسيم مباشر. عمال المناولة بالديوان الوطني للبريد التونسي متوجسون من أن يتم انتدابهم ضمن شركة خاصة خفية الاسم. قالوا أنها شركة مساهمة عمومية، إنما ظهر بالكاشف شركة خاصة. وقت اللي وافقنا على شركة والوزارة الشؤون الاجتماعية وافقت على إحداث شركة خاصة بأعوان المناولة. 856 عاملة تنظيف و281 عون حراسة وما يقارب 20 عون شحن وترصيف لم يتم تسوية وضعيتهم. ملفات رد عليها الديوان الوطني للبريد بإعداد عقود جديدة مع موفى 24 من جويلة 13 و2000، ليتفاجأ الرأي العام في كل مرة ببروز وضعيات المناولة الهشة، رغم تباهي الحكومات المتعاقبة بعد الثورة بقطع دابر المناولة. انطلقت اليوم الاستشارة الوطنية حول التمويل العمومي للجمعيات بالتعاون بين رئاسة الحكومة والجمعيات التونسية. برنامج هذه الاستشارة يتضمن العديد من جلسات العمل والندوات التي تطرح على طاولة الحوار معايير التمويل العمومي للجمعيات، وذلك بهدف النهوض بتجربة المجتمع المدني في تونس. اليوم ننطلق إن شاء الله في استشارة وطنية حول عمل الجمعيات وتحديدا حول التمويل العمومي للجمعيات. عندنا خطة معناها لهذه الاستشارة تنطلق اليوم وتتواصل على مدى الشهرين القادمين. اليوم الجلسة الأولى هي مع الجمعيات الكبرى مثل اتحاد تضامن، مثل اتحاد الوطن المرأة، مثل التربية والأسرة، الكشافة، الشبان والعلم، الاتحاد الوطني المكفوفين وغيرها من الجمعيات الكبرى. وبعد ذلك إن شاء الله عنا جلسات كذلك إقليمية في 4 أو 5 مناطق من تونس لتجميع بقية الجمعيات. مبرمجين كذلك ندوة مع الخبراء، مبرمجين جلسات عمل مع الوزارات المعنية بالتمويل، مبرمجين كذلك جلسات مع الممولين الصناديق الأجنبية، وقد نختتم ذلك في شهر سبتمبر بندوة وطنية حول الموضوع ننتهي فيها إن شاء الله إلى جملة من النتائج تتعلق بالعمل الجمعياتي بشكل عام وتحديدا بمعايير التمويل العمومي للجمعيات. فهذه الاستشارة حبيناها تكون مع الجمعيات في إطار المنهج اللي نحن متبنينه هذه الحكومة، وهو المنهج التشاركي في العمل متاعنا بين الدولة وبين المجتمع المدني والفاعلين في المجتمع المدني، متمسكين بالمنهج التشاركي وحريصين على العمل في إطاره. لقينا استجابة من الأطراف الأخرى وهذا يشجع على أن تجربتنا تكون جماعية وتكون ناجعة إن شاء الله. في صفاقس تتواصل اليوم النسخة 25 من المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل تحت شعار وحدة وصمود. هذا وتم خلال هذا المؤتمر تقديم التقريرين الأدبي والمالي والتصويت لانتخاب كاتب عام جديد وأعضاء المكتب التنفيذي. يذكر أن المؤتمرين قاموا يوم أمس بتكريم الكاتب العام السابق محمد شعبان وعدد من نقابي الجهة نظرا للدور النقابي الذي قاموا به. أريد أن أشير أن هذا المؤتمر اختلف عن مؤتمرات شهادة تجهيز تصفيق سابقا، واختلف عن المؤتمرات اللي قاعدة تجرى في المرحلة الحالية، خاصة وأن المناظر النقابي محمد شعبان خير بطريقة إرادية بعد 40 عام من النضال، نعرف فيها لا الكلل ولا الوهن، كان مناضل صامد كرس حياته للعمل النقابي دي خدمة البلاد والاتحاد. اليوم خيره باش يعمل راحة المحارب. إلى جندوبة والإشكالية التي تعاني منها كلية العلوم القانونية والاقتصادية بالجهة.
اليوم أعلن عميد الكلية أنه وقع الاتفاق بين كل الأطراف على تأجيل الامتحانات إلى 26 من أوت القادم، وذلك خلال ندوة صحفية عقدت للغرض. العميد أكد خلال ندوة على توصل إدارة الكلية إلى اتفاق بالتنسيق بين الطرف الحكومي وممثلي الطلبة، نفيا في ذات الوقت الاتهامات التي وجهت إليه على بعض مواقع الاتصال الاجتماعي. البارح كنا مع باتصال بالوزارة و قدمت لنا الاقتراح هذا اللي هو مطلب من الطلبة لتأجيل الامتحانات إلى ما بعد شهر رمضان، وبالتحديد في أواخر شهر أوت، وقبلنا هذا المطلب وعلى على على أن يصادق عليه المجلس العلمي ويعطي رزنامة مدققة دونك انطلاقا من 26 أوت إلى 4-5 سبتمبر إن شاء الله دورة التدارك، ونحاولوا معناتها نصرحوا بالنتائج تزامنا مع العودة الجامعية. في التأجيل هذا اللي هو مطلب من الطلبة واضح أنه باش يضر مصالح جماعة السنة الثالثة، جماعة الماستر، الناس اللي معنية بالمناظرات الوطنية، اللي معنية بالتسجيل للبرة ولا في جامعة أخرى. صحيح يبدو أن الجامعة باش تعمل مجهود باش حقوق الناس هذه تبقى محفوظة، وفيما يخص السكن والمبيت وغيره صحيح التاريخ استثنائي ويطرح مشاكل عدة، لكن كيف كيف الجامعة مستعدة ولا منكبة من توا باش تتصل بديوان الخدمات الجامعية وبشركات النقل لتأمين معناتها الامتحانات بطريقة عادية إن شاء الله في هذا الظرف هذا صعيب وفي الوقت معناتها الاستثنائي. يواصل عمال المركبات الفلاحية بمختلف جهات البلاد إضرابهم عن العمل لليوم الثاني على التوالي. عمال نددوا بالوضعية المتردية للمركبات الفلاحية التابعة لديوان الأراضي الدولية وبالنقص الفادح في المعدات، كما طالبوا بتسوية وضعيتهم المهنية والاجتماعية وبتوحيد النظام الأساسي للديوان. إصلاح وضع المركبات الفلاحية والإسراع في ترسيم العمال المسترسلين ومراجعة الهيكل التنظيمي للديوان والمصادقة على مشروع توحيد النظام الأساسي للديوان هي أهم المطالب التي رفعها عمال المركبات الفلاحية خلال إضرابهم العام الممتد على يومي 3 و4 من شهر جويلية الجاري. الوقتين يحب يولي مسترسل، والمسترسل يحب يترسم، والمترسم يحب يتشهر. هذه هي المطالب نتاعنا. والله اهم المطالب نتاعنا هو المسترسلين اللي عنده 18 و15 و16 سنه، هذاك يلزم على الاقل ياخذ جزء منهم بترسم، هذا الاهم. القطاع الديوان الاراضي الدوليه انه الاجهزه نتاعو الكل انهضمت، وكلنا الكرام نتاعنا الكرام يعني بصفه كبيره ياسر نحبوا يتصلح شويه الديوان، يتصلح الديوان على الاقل شوي. بعض النقاط الاخرى كما القانون الاساسي هو مشروع كبير ياسر وطلبناه لمده عامين وما صادقوناش عليه. مسترسلين نخدموا وقت الخدمة نخدموا من طبيعة ترسيمة طبيعة حقوقنا كاملة، نحن طبيعة خدمة ترسيمة بقى الواحد من واحد يخدم. المركبات الفلاحية ورغم ما تتمتع به من إمكانات للإنتاج فإن مستقبلها أصبح مهددا، خاصة في غياب خطة لصيانة معداتها الإنتاجية. بارك نتاعنا طايح وماهوش بين نتاعنا بركه، عده مرات عادت بعض دواوين وهذاك الشيء اللي ضر بالدخان من زيوت من 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 من, من يعني، وناس مضحيه باش تخدم الشيء هذاك وصابرين على الناس اللي تحكم من فوق، صابرين عليه على الاقل تنظرش بنظره اللي باش ناكلوه هو ولاده الاكثر، مش ناكل ناكل 4 خبز، اما خليه ياكل هو، يجيب على الاقل معدات باش ياكل هو ولاده الاكثر ولا اقل، باش على الاقل نشد جزء من الاقتصاد بتاع تونس. المدربون وحفاظا على الثروه الحيوانيه وحماية ممتلكات ديوان الأراضي الدولية تبرع منهم عدد من العمال للقيام بحلب الأبقار وتغذيتها وحراسة مؤسساتهم. أنا بالنسبة لي نحرص على القطعة دي نتاع البرتقال، هذا يصاحب على القطعة من غير نتاع البلاط، ونحن على أساس ما نجموش حتى في وقت حرب هذه أزمات كما كاية، بس بد كل واحد يزم يوقف، نحن على أساس نوقف أرواح لا أي حاجة حابسة إلا البقر ما خطب من يجمش كلامنا عليه حد هذا كبرك، أما كل شيء حابس كأيوه الناس. أولا كل شيء مصلحتنا كل شيء متاعنا ما نسلموش فيه، وديجارة متبرعة ناس خلينا نقول لكم مش تأخذ نهاراتها ولا أجرتها، راهي ناس متبرعة توكل في البقر من لله في سبيل الله، وراهي ناس تعس على خيرات وعلى قمحة والشيء يضبط هذا لا ثم نار لا ثم فساد لا ثم تام شروط، واللي يحب يحب واللي ما يحبش هذا الموجود.
أحد مديري المركبات الفلاحية، وبدل أن يكون شريكا في البحث عن حل يضمن حقوق العمال وصيانة الممتلكات العامة، حاول منعنا من التصوير ومنع العمال من التسريح. مدير المركب الغني بثرواته المهمل بإدارته ذكرنا وهو يستنجد بالمعتمد أنه ينتمي إلى ذلك العهد المستبد، عهد يتعهد فيه الصحفيين كما العمال بأنه لن يعود. عمال المركبات الفلاحية التابعة لديوان قيس الأراضي بالقصرين من جهتهم نددوا بتهميش السلطات الجهوية والوطنية لمطالبهم على حد قولهم، كما هددوا بالدخول في إضراب مفتوح وإضراب جوع إذا لم تستجب السلطات لهذه المطالب. ترسيم العمل حسب الأقدمية وتحسين وضعيتهم المهنية والاجتماعية هي أهم المطالب التي تقدم بها عمال ديوان الأراضي الدولية بالقصرين خلال وقفتهم الاحتجاجية التي دامت يومين. المطالب تاعنا زيادة الأجور، القانون الأساسي، تحسين وضعية المركب. المطالبة بدراسة معمقة لإصلاح وضع المركبات، لأن نحن الوضع مزري بعد الثورة وبعد النهب اللي صار في البلاد وبعد والعطش والجفاف. المركب في حاجة ماسة إلى دعم مادي من الدولة، على الأقل سنتيج، على الأقل ماتريال معون. النقطة الثانية الإسراع في ترسيم العامل المسترسلين اللي عندنا فيهم ناس عندها 17 سنة وهي عامل المسترسلين يأخذ 160 دينار و 150 دينار. النقطة الثالثة عندنا عمل ذوي اختصاص باش يدرجوهم في المركب، بالرغم النقطة هذه ما هيش نقطة قانونية، ما هيش نقطة واضحة. عندنا نقابة دخلت في مفاوضات مع الاتحاد مع الإدارة العامة، ما سمعوا لهم حتى دعوة، ملوا عام كامل ونحن نستنوا الجوع، كلنا بالفرشة، قالوا لنا خويا راهو يماطلوا فينا برو وقفوا على رواحكم. عملنا في كل المناطق الحساسة عساس البقر يتحلب ثلاثة مرات، تحلبناها مرة برك باش يتنقض ما يطرشقش. نخلص ما نخلصوا، نعانوا في كل شيء، شهريتنا ضعيفة، كل شيء ضعيف. الدخول في إضراب مفتوح وإضراب جوع تهديدات نادى بها العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. قوي معطلوا فينا تو آخر شيء تو دخلنا مش ندخلوا، لكن مهمش باش يسوونا وضعيتنا نحنا والبقر والدجاجات والغلم، مش ندخلوا في ضرب جوع الكل. سي الوزير الأول فهمتني قص علينا المكالمات نتاعو هاكي البلاغ لنا أمس، فهمتني قص المكالمات ما حبش يكلم النقابة. شنو وين يحبوا يوصلوا هما؟ هو ياخذ في الزملين ولا قداش في الشر ويضرب في 4 ملايين تاع مجلس تأسيسي، ونحن قالت لنا الهم واش نجري ناكل في تينا ناكل في الخبز. يا خويا نحن الطلب نتاعنا عطينا نتاعنا. وصي على العريض والحكومه كل نتاعك وخلي نتاع الناس وشوف مطالب العباد، هذه الناس كل في الهم العباد هذه. رسائل عده توجه بها العمل الى اصحاب القرار علهم يلتفتون اليهم. هذه الثروه معناها باش مكتسبات الديوان، هذه البقره والوالده وعندها نهارين ما كانتش، بالرغم المره هذه الضرب هذا رانا اعطيناها شوي اونسيلاج وشوي ماء وحلبناها مره برك، ونورمال مو تحلب 3 مرات يا وزير الفلاحة، وخدامة يعلفوا ليل ونهار. المرة ذي علفناها مرة برك، المرة الجاية إضراب جوع وخدامة الديوان ونسوينها وذريها وللبقر. شهدت ولاية قفص اليوم عددا من التحركات الاحتجاجية، فأمام مقر الولاية عمد عدد من سواق سيارات التاكسي إلى ربط أنفسهم بالسلاسل، تحرك يأتي تنديدا بمماطلة الوالي في تنفيذ وعوده حسب المحتجين، خاصة بعد إزالتهم لخيمة الاعتصام الدائمة منذ قرابة الشهر. ربطوا أعناقهم بالسلاسل رافعين شعار لا نستسلم، العيش الكريم أو الموت. هكذا نفذت مجموعة من سائقي سيارة الأجرة التاكسي وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية صباح اليوم. نحن سواق التاكسي معتصمين عنا برسك عام وعامين قاعد يمهتل فينا، سيد الوالي هذا بيده قاعد يمهتل فينا، وخرج رخص وتجاوزنا احنا وتجاوز الناس الكل، وخرج رخص اللي هم فيها تجاوزات كبيرة برشا، واحنا قائمات الفينا كل مره يوعدنا كل مره يعطينا دات، وحكنا عاملين قيتون قبل الولايه بالضبط ولايه قفص. انا عملنا تو ديجا سلاسل ووقفين وقف احتجاجيه قدام الولايه، وغدوه الحي رانا باش نساعدوا اكثر، وهكا باش ندخل في اضراب جوه وحشي.
رغم محاولات المحتجين فتح باب الحوار مع ولي الجهة إلا أنها باءت بالفشل، ويصرون على مواصلة تحركهم الاحتجاجي حتى يتحقق مطلبهم. كنا تو مع باش ندخل السيد الوالي سكر علينا الباب. ثاني حاجه بعثنا كلمه السيد عون من عون الامن، كلمه على الموضوع نتاعنا البرا، قال لهم نهار ثلاث، ما كاش باش نبعث لهم الامن، ما عندي حتى حل. واحنا قاعد صرفينا في اليوم في غدوه في اليوم في غدوه وتعبنا وامورنا تعبه. باش المكان مازلنا مشينا مغادرين المكان وزملائك شوف فيهم بسلاسلهم كل شيء مشينا مغادرين، اصحاب عائلات كل وحقنا راهو حقنا ما في حتى شيء، هذا باش عاطينا حقنا مش عامل علينا حتى حد مزيه راهو. هذه نهاية ديمقراطية ويقول لك حرية وتعبير وكل شيء. ها يعني من النقطة هذه، من النقطة اللي بعثها الرسالة اللي بعثها هو تو ما عادش نقولوا حتى كلمة. واحد والله الحبس، الحبس خير لمن يروح لدركك. اللي نجم نطلبه هنا رانا مانيش باش نتحركوا من هنا، مطلوبنا الوحيد موعد جلسة ورخص التاكسيات يسندها اسناد فوري. زاد إسناد الرخص لسائق التاكسي بولاية قفصة موضوع شائك، وفي اتصال هاتفي مع السيد إبراهيم الحمداوي والي قفصة أكد لنا أن ملفات هذه المجموعة المحتجة في طور الدراسة، وأنه في ظرف أسبوع يعقد جلسة عمل لإسناد هذه الرخص، وذلك بالاتفاق مع وزارة النقل. وأمام مقر المندوبية الجهوية للتربية بقفصة تجمع اليوم عدد من المعلمين من خريجي المعهد العالي لتكوين المعلمين احتجاجا على ما اعتبروه هضما لحقوقهم. المعلمون طالبوا بحقهم في إتمام دراستهم كي يتمتعوا بالترقيات المهنية، مهددين بتوسعة التحركات الاحتجاجية لتصبح وطنية. هذا الصنف من المعلمين عاش محروم ومظلوم مسلوب الحقوق منذ 91، وطمعنا بعد الثورة باش ترجع حقوقه، ولكن ما رأينا أنه الأمر يتواصل بنفس النسق ونفس نفس الوتيرة. المعلم الأول خريج المعهد الأعلى يطالب بأن يبقى كما كان وكائن صنف واحد لا ينضم ولا يتجزأ لأي صنف. ثانيا المعلم الأول خريج المعاهد العليا يطالب بأن يقع تنظيره بما وقع في سلك التربية البدنية لزملائه من المعلمين الأول، وبما وقع في التعليم الثانوي من زملائه من حاملي شهادة ديال يعني باك بلوس دو. نطلب الدعم راه من رقابتنا الأساسية والجهوية والعامة، راه ما ننسرخوش عليهم، راه نطلب دعمهم كما أنهم معناتها موالفين يدعموا فينا، إن شاء الله يدعمونا تو، وإن شاء الله وقفاتنا باش تستمر، وإن شاء الله حقوقنا هذه المسلوبة إن شاء الله أنا باش نرجعوها، وإن شاء الله عندنا وقفات جهوية، وإن شاء الله باش نعمل وقفة أمام وزارة التربية وأمام النقابة العامة للتعليم الأساسي، وإن شاء الله نلقوا صدر رحب معناتها باش يلبونا ويرجعونا الحقوق المسلوبة. في قابس وتحديدا بقرية ليماوة عمد اليوم عدد من الأهالي إلى احتجاز الحافلة العمومية المخصصة للجهة، وذلك في إطار التحرك الاحتجاج الذي ينفذونه. تحرك يأتي للتنديد بما أسماه الأهالي تهميش الشركة الجهوية للنقل للجهة، ومطالبة بتوفير عدد أكبر من الرحلات تكون بمختلف الأوقات. الاعتصام هذا متاعنا اليوم نظرا للحجرة اللي قاعدين ناروا فيها من طرف الشركة الجهوية للنقل أو بعض المسؤولين في الشركة الجهوية للنقل، معناها ما مش واخذين للريف، مش عاطين للريف حق سيرتو في السفرات، تنقصنا عديد سفرات خاصة المسائية. والله في سير الأيام معناها نتصرفوا، فما بعد تعمل في اللوتو ستوب، وكما تعرفوا لوت ستوب راهو ريسك ياسر، سيرتو فما وليدات صغار يترينوا، ثم اللي يقروا يتود، ثم اللي يعملوا أنشطة ثقافية، ثم اللي يخدم، ثم صناع، ثم برشا ناس تخدم معناها. أنا مثلا نترين في قابس، كي نكمل ما نرقاش فاش نروح الكار ما فماش، كان ما نضطر باش نعمل أوتو ستوب، والجماعة يبدو نقروا يتيد، ما نضطر ما نمشوش. ماوة تبعد على قابس 18 كيلومتر بالضبط، من شيرة 18 كيلومتر ومن شيرة 21 كيلومتر، اللي هو يعني الشيرة 21 كيلومتر اللي جي معاها الكار. الكار موجودة، احنا نطالبوا يعني عندهم الوقت متاع 8:30 ينجموا غيروا هنا الأربعة متاع العشي، يعني يعملوا ثلاثة رحلات برك في الصيف، حاجتنا بثلاثة رحلات في الصيف. وقت اللي يحققون المطالب متاعنا إن شاء الله وقت النجموا نخلص بالكار، اللي هي من البداية رأي سلمية الحكاية، ومجرد ان اعتصام حضاري سلمي لا يمت للهمجيه ولا لحد شيء.
في إطار دعم إصلاح المؤسسات ومواكبة إصلاح المؤسسة الأمنية ودعم الانتقال الديمقراطي في تونس، تختتم غدا الدورة التكوينية الموجهة لفائدة الأمنيين والصحفيين في ولاية سيدي بوزيد. الدورة التي امتدت على 6 أيام تطرقت إلى مواضيع حقوق الإنسان، التنسيق بين عمل الصحفي ورجل الأمن مع مراعاة المعايير الدولية لحرية التعبير، وذلك بإشراف نقابة الصحفيين التونسيين والمركز التونسي لحرية الصحافة ومنظمة اليونسكو بتمويل من المملكة الهولندية. في إطار سلسلة الدورات التكوينية بالجهات لقوات الأمن الداخلي، تتواصل بسيدي بوزيد أشغال الدورة التكوينية الأولى، دورة تطلقها وزارة الداخلية ومنظمة اليونسكو حول حقوق الإنسان وحرية التعبير وأمن الصحفيين. L'UNESCO et le ministère de l'Intérieur tunisien ont décidé de mettre en place une série de formations pour les forces de sécurité tunisiennes et les journalistes afin de pouvoir diminuer les tensions qui existent et les problèmes, il faut le dire, entre ces deux corps et qui sont pourtant essentiels pour la démocratie et pour la réussite de la transition démocratique en Tunisie. L'objectif de cette journée est d'aider les modèles de سلوك باش تتبناها وزارة الداخلية تضبط العلاقة ما بين رجل الأمن والصحافي. يومان لحصص مشتركة بين عدد من أعوان قوات الأمن وإعلاميين من سيدي بوزيد للتعرف على المعايير الدولية والمحلية حول حرية التعبير من خلال أشغال تطبيقية. تنظيم ورشات جمعة أمنيين وصحفيين لتبادل وجهات النظر، وكانت فضاء للحوار من أجل معناها طرح الإشكاليات والمشاكل ومن أجل وجود الحلول للارتقاء بالعلاقة ما بين رجل الأمن والصحفي. Cette formation permet pour les forces de sécurité de mieux comprendre le travail des journalistes, comment ils fonctionnent, quels sont les standards internationaux, comment est-ce que ça fonctionne ailleurs, comment est-ce qu'on établit des rapports de confiance aussi. Dans cette formation, on fait une sensibilisation à la problématique de la liberté des journalistes, de leur sécurité. On parle des codes de conduite qui sont donc une démarche qui est initiée en général par les ministères de l'Intérieur. بينما تؤكد المعايير الدولية على ضرورة التزام الطرفين بواجباتهم وحقوقهم، يطرح العمل الميداني إشكالا حول طبيعة العلاقة بين الأمنيين والصحفيين. العلاقة بين الصحفي والأمني أثناء تغطية الأحداث لازم تكون علاقة احترام متبادل، لازم أن الصحفي يحترم قواعد عمل الأمني والأمني كذلك يحترم قواعد عمل الصحفي. مثلا إذا كان الأمر يتعلق بالحصول على معلومة من طرف أمني عنده الحق، لكن في حدود معينة. ثم مثلا معلومات ما تتعطاش لسريه الابحاث المتعلقه بالجانب الامني، ولا بد باش تكون هذا مجرد ملاحظه، وانه العلاقه تكون حميمه وتكون جسر تواصل متواصل، لانه الصحافي من حقه باش ينقل المعلومه ومن حقه باش يبحث وكل، وهو يسهل لنا العمل الامني والعمل معناها كامل، ويساهم في انجاح الانتقال الديمقراطي. ولا بد احنا كامنيين باش نسهلوا له يد المساعده ونامنوه في المسيرات في جميع ما يكون وجميع الأحداث. بين أعوان قوات الأمن والصحفيين أكثر من علاقة، لكن المعايير الدولية تبقى المحدد الوحيد لنجاحها أو فشلها. في متابعة لأنشطة حفظ الصحة وحماية المحيط بنابل والمشاكل التي يتعرض إليها أعوان مراقبة الصحة، نظمت اليوم الإدارة الجهوية للصحة العمومية بنابل اجتماعا دوريا تم خلاله تقييم الأوضاع بالجهة والبحث في سبل مواجهة الإشكاليات التي يتعرض لها مراقبو الصحة. انعقد اليوم الاجتماع الدوري لأعوان المراقبة الصحية. الاجتماع هذا يندرج في نطاق تحضير لشهر رمضان وتقييم الفترة المنقضية من سنة 2013، لأنه احنا الإعداد لشهر رمضان يبدأ قبل ما يدخل الشهر الكريم. وقد دار النقاش حول عدة نقاط كانت أبرزها المطالبة بتفعيل العمل بالقانون الأساسي. بربي حبيت ندخل في موضوع تفعيل العمل بالقانون الأساسي، معناتها ماذا بينه كان يعجلوا لنا فيه باش يكون عنا معناتها تسهيلات في الخدمة وتشجيع زادة في الخدمة، على خاطر خدمتنا كلي معناها كونتاكت ديريكت مع المواطن. وفي ظل تكثيف المراقبة الصحية، أكد الأعوان أن الحفاظ على الصحة هي مسؤولية الجميع. توصيتي معناها أو توصياتي بالنسبة للأخ المستهلك أنه يختار كل ما هو صحي وكل ما هو معناها يفيده.
تفتقر ولاية جفصة للمرافق والفضاءات الترفيهية المفتوحة، خاصة بعد إغلاق مسبح سيدي أحمد زروق. المسبح الذي كان يعتبر ملاذا لأهالي الجهة من الحرارة وارتفاع أسعار النزل، تسبب الإهمال في إتلافه وتدهور بنيته التحتية، مما أصبح يهدد حياة مرتديه ودفع السلطات الجهوية إلى إغلاقه. اليوم متساكنو جفصة يطالبون بترميم المسبح وإعادة فتحه للعموم. كان في السابق ملاذا للعديد من العائلات وأحد أهم وسائل الترفيه، يقصدونه صيفا للهروب من الحرارة اللاهبة. إنه المسبح البلدي بسيد أحمد زروق، لم يبق منه سوى هذا الشبح، مسبح دون ماء خلف حسرة في قلوب أهالي المنطقة. بسيد سيد أحمد زروق كنا متفرهدين فيه، الماء يدو به حتى الذري الصغار، يدو به حتى التيطهر ولا حاجة، يمشي غادي يداوي، موالفين من نتفرهد والناس تمشي صيف، احنا قاعدين هنا للسخن ما عندنا باوي. الناس تمشي تصيف منها في سوسه، ولكن نحن ما عندناش. وانا هذا منا ثم برشا ناس مرضى مسكين، مرضى بالجلديه كيك، منا ما هذه صالح للناس يداوي العباد مش كيك. وثاني حاجه الناس تحيي البلاد. ما عادش عندنا نعوم وتو، ولا نمشي الفانات، نمشي للوتيل. يعني هاك تشوف فيها بلاصه ميته وزيد ماتت، يعني كيسكر البيسين. يجمع بين الترفيه والرياضه والاستشفاء، كما كان أيضا مصدرا للاسترزاق للعديد من الأهالي، خصوصا من أصحاب المهن الصغرى. كانت البيسين قبل يعني يخدم في برشا حاجات، من الأحوانيت، من الحماس يخدم، حانوت يخدم، منتزه يخدم. كنا نسترزق منه، اللي بيع في الدخان يمشي بيع، بيع كسكروتيات يحل زاد فم، تو ما عادش شيء من اللي تنحى هو قعدنا كاك. اليوم يأمل أهالي سيد أحمد زروق عودة الحياة إلى هذا المسبح الذي يعني لهم الكثير، آمال تنتظر التحقيق بعد كثرة الوعود. قالوا تحلو تدنو، ما يقولوا ما عندناش فلوس، ما يقولوا دار شنو، ويقعد فينا هنا هتنحلوه لكم او تتحلتو او دار شنو، وما فهمش منها حتى شيء. قصص وذكريات بالجملة عن مسبح يفتقد حاليا لأبسط مقومات المكان، خراب وإهمال ينتظر التدخل على الرغم من مجهودات الأهالي ومكونات المجتمع المدني لإعادة الروح لهذا المسبح وغيره على غرار الأحواض الرومانية. إلى تركيا، وبعد أسابيع من الاحتجاجات التي شهدتها البلاد على خلفية قرار حكومة إردوغان إعادة تهيئة ساحة تقسيم ونزع 600 شجرة من المنتزه، أصدرت محكمة إسطنبول حكما يقضي بعدم شرعية المشروع نظرا لعدم استشارة المواطنين والسكان المحليين للمنطقة. يذكر أن الحكم كان قد صدر منذ 14 من جوان الماضي، إلا أنه لم يخرج إلى العلن إلا يوم الأربعاء 3 من جويليا الجاري.